قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله كتاسرت واحد القوه اللي هي قوه خطيره نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. في هذا الفيديو يا خوتي راح تشوفوا حجم الحقد الكبير على فوز الجزائر بكأس العرب، خاصة اللاعب بن عياد الذي الآن يصنع جدلا كبيرا في تونس. يا خوتي فنانين تونسيون وصلوا وين يهدوا اللاعب بن عيادة، نعم يا خوتي يهدوا اللاعب بن عيادة ويهدوا أيضا في حفيظ دراجي. زكارف هؤلاء يا خوتي ديروا جام للفيديو هذا ووصلوا 4000 5000 لايك كالعادة. كاين ناس يا إخوتي الكرام جوني في التعليقات ويقولوا باللي أنه إحنا الجزائريين زدنا عليها وما على باليش كيفاه، ولكن راح تتأكدوا 100% أنه فعلا راهم حاقدين الوحدة درجة كبيرة. وصلوا أنه يهدوا اللاعب يا خوتي يقولوا له جيت تونس نوريولك. وصلوا أنهم يا إخوتي الكرام تصوروا يقولوا له نشكيوا بيك بتهمة محاولة القتل العمدي. هبلوا هبلوا يا خوتي. نروحوا الآن نشوفوا الفيديو كيف كيف خوتي. ما تنساش راهو لي ميديترانيان وسورتو لي الجزائريين عندهم ان تومبيرامون ان بو سبيسيال، سورتو لي الجزائريين رجال معناتها في الاخر راهو كانت قضيه حياه او موت. بون خرج لك هذاك لعب عليها الاعلام تصويره خايبه برشا ما بين سورتو هو يلعب في تونس. انا راني جمله كوره ما دام الكل تعرفت عليهم تو، معناتها انه هو يلعب في تونس معناتها في البيريود هذيا. لو فيت انه هبط تصويره في وقتها ديجا برد برشا المساله، والحمد لله معناتها انه معناتها انه وقف التغاديك مهم ياسر انه خرج التصويره في التوقيت هذاك. درجين شرا انت مستر انا ديسلايك على الاخر. السيد عمل لنا الحشوم تاع البريك هذاك في التصويره الاخرانيه، الجرحه شيء، الرجوليه شيء، التربية شيء، والبونديتيزم شيء. بعد ما تخدش المكهة فما مثل آخر ما يتقالش في الراديو تنقلوا لكم بعض هذيك الكلية جاي دونك. السيدة ذاك عارف روحه مش يرجع لتوال، تير السكرة وتحضر المدينية، تعرفها تير السكرة وتحضر المدينية، غدوة انت تضرب في الليل ولا سمد عليك يضرب في الليل إكس ولا جريك، وماشي في باله الريدو هذاك اللي هو الليل بشيدو هذيك التخميرة تاع الحربوشة الأولى، تاع السيجارو الأول، تاع الكاسين الأولانيين، ديما خليه في دابوستو خويا كي ما تنجموش، كي ما تنجموش تخليه في دابوستو، كي تعرف روحك أنت فما فرق بين الجرحة والرجولية والبونديتيزم اللي عملته أنت، شبيه ما عمل شكاكة علي معلول، شبيه ما عمل شكاكة يوسف المساكني، شبيه ما عمل شكاكة إكس وكريك، احنا متربين، ريتو التوانسة قداش احنا خايفين؟ خايفين على خاطرنا رانا نجمو نعملو ما خير، ريت احنا وين ومتغشينا؟ خاطر نجموا نعملوا ما خير ومتغشين، خاطرنا واثقين نجموا نعملوا ما خير وكنا خير من هكا ومتغشين على خاطرنا واخرنا وعلى خاطرنا حتى كي باش نرجعوا لبلاصتنا 2010 في الاخلاق في الاقتصاد في الاجتماع في التواصل في التلفزيون في الاعلام في الكوره، رانا نجموا نعملوا رانا واخرنا. دونك الشيء اللي عملوا هذاك راهو مبرر وضر الرماد على العيون. راني جاي لسوسه باش نلعب يعيشكم، كي نمشي للترجي ما تعملوليش، كي نمشي للمستير ما تعملوا شيء، ما تعملوش رد فعل، هو امتصاص غضب. السيد هذاك باندي بالاحرص باش يبدا في بالك وانا ناخذه اخلاقيا وقانونيا. لولا فما فيدراليه وفما اتحاديه وفما جو اولمبيك وفما الاولمبيا تحكم، سينو يخرج هذاك المركز. تخنقني شبعتو كان ركحت لك انا وانت ما دزكش اكس ولا جريك كنت طلع لي روحي. دونك السيد هذاك باندي ومش كي تعمل هذيك سالو ومش كي تعمل خاوه خامه، هذا خاوه خاوه راهو هذاك ضرر الرماد على العيون، راهو اللي عملته هذاك الشيء وراهو ما مثلش الجزائري. انا عمري ما كنت نتصور روحي في بالكم هو زفر ونشد الكهرباء طلعت نخدم في السبيخه. ما عينيش بها الطرح وما تقلقتش كي خسرت، وقلت لك ديجا ربحنا جمعية. يعني انا قلت البطوله هذه وفات في طرح مصر، خاطر احنا والجزائر لو كان ما جاش الجبل تاريخيا رانا نصبوا لبعض. انا نعرف الشاب صالح يشري الحليب من فسانه، نورمال يمشي العشيه يحوس يصطاد وكذا يجيب الخبز منين؟ من سطيف. يعني الحد هذاك راهو في نسابنا وفي اخواتنا وفي عائلاتنا. الشيء اللي عامله عياده ولا شو اسمه لا، خاطر العيب كلمه العيب كي تخرج ولا فعله العيب كي تخرج بلاش مليارات ما تردش. انا عمري ماني مش ننسى لا هذاك بن عياده اللي خنق حنبعل
ولا حطيت الدرج هذا مزوز. دونك البونديتيزم شيء، الرجوليه شيء، والجرحه شيء. انا عمري ما ريت توس يضرب البونيه، عمري ما ريت. حتى تعرفوا كان يضرب البونيه مع شروح اولمبيه ومع شتواس ندوروا عليه احنا تاكل احنا جراف ضربوا ما تنسيش هنا التيلي بين ليتوال والاسبيرونس معناها احداث بين سي سيس وليتوال في فينال كوب معناها ساريف تصير حتى بين احنا سوينسا بعرف في الاخر انت تخدم ساريت وشوف شو كان لك حاجة. فما مطربة تونسية فما مطربة تونسية حلوة ياسر وسكسي وي 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 ماهيش موجودة في حتى افيش باش ندخلوا هدرة في هدرة لا لشيء الا اللي يكلم لاجون ولا لوتيل سوا ديزون باش نتوسط خاطر ميساج خليني نعطيها مثل قال لك لا ونوني با كاستيون كومبورتمون غلط راهي ليكيب ناسيونال فيها التربيه وفيها السبور وفيها الاتليتيك وفيها الاخلاق وفيها الاستحقاق وفيها ان تو راهو جوير تاش معناتها انفلونسور الحقيقي انتم ما تعرفوا هو الفنان والكوارجي الانستغرام تاعو زوز ما عندهمش الاكسبيريونس في المنتخب ماني لا خويا لا يعملوا له راسك لو فما حدا فما حاجه اسمها معديني وخاصه على مستوى ليتوال وعلى مستوى الجزائر دونك السيد اللي عملوا هذاك وراه باقي يتحايل علينا باك السالوتاسيون اللي عملها لنا وك البوسه وانا شخصيا الرافعه التحايل ونعمل اللي نحب وبعد نطلب السماح انا واختم قدام قاضي مره على على رادار وقت اللي كان في الواحد في المحكمه القاضي يسمع فيه وينعمله القاضي عينيه مزغله بسم الله على ولدي يقول احكي لي بسم الله على ولدي انت الواد دخلت باش نسرق الواد تسرق قال له باش ناكل عاذرك 10 سنين حبس اش قال له قال له انا نعذرك أما القانون يزمه يطبق عندك أعذار لكن القانون ما يسمحش هنا القانون الأخلاقي والقانون الرياضي ما يسمحش وإنت راك فوتيف وراك إنت حبيت تعمل ضر على الرماد على ضر الرماد على العيون خاطر جاي لتونس لنا أما سوا سيوخي سختا حتى واحد ما يمسك وحتى واحد ما ينجم يتجرأ يفكرك في الفعل بتاعك إلا تصور والتوثيق على الفيسبوك والتوثيق على اليوتيوب وتقعد هذيك وصمة عار على جبينك إنت شخصيا وما يتحملها معك حتى جزائري واضح أوس لايك ولا ديسلايك؟ ديسلايك بالطبيعة أنا بالنسبة لي أنا الاعتذار غير مقبول فهمت كيفاش خاطر فما حاجات ساعات صغير ساعة هو بالنسبة لذاك من عيدة متصور سنوات أخرين مش تولي العباد تتصور مع يده اللي هي مسد حنا باع المجبري كان يكمل في المستقبل هذاك في مانشستر يونايتد اللي تهبط في الراجل مانشستر ومانشستر فيها كريستيانو فيها بوكبا فيها جوالات عالميين قاعده هبطت براود معناها نقولوا نحن فخوره فوالا فخوره بحنا باع المجبري كجوار في العمر هذاك قاعد معناها يقدم في نيفو عالي وهذاك اللي حكيته لكم المره اللي فاتت وقت قلت لك حتى كي حطينا مقارنه بجوالات تونس كبار قبل قلت لك فما دي جام وفما جوالات معناها هو نيفو على الاخر دونك فوالا اول حاجه العنف هذاك طيح حنا بعرف في حسب رايي انا مش طيح له كما نقولوا نحن ساعات من المؤسف انك تكون عربي معناها خاطر لو جاي مثلا فرنساوي ولا انجليزي يلعب في كوب دوروب صعيب تصير الفازه هذيك صعيب واحد يخنق واحد فهمتني في دونك كيس اللي عملته فما ديزاكسيون ساعات شوي كنركز معي شوي فما ديزاكسيون ساعات معناها تفوت العنف اش معناها تولي يولي عندها تاثير اخر معناها الفلوس اللي عملتها قطر والتنظيم العالمي والضجه اللي عملتها البطوله والليكيبات العالميه اللي تتفرج في نجيو في طرح فينا نحن العرب وديم ونوريه نحن معناها ملة اخيب ملة جابتها الكره الارضيه بالنسبه لي انا معناها علاه نوريو اخيب ملة معناها ما ناقصنا شيء شنو ناقص بطوله عالميه منتخبات صحافه عالميه الكل التصاور شنو اللي يخليه يعمل خاطرنا فوالا هذه المشكلة ساعات حاجة تفوت معناها وقت يجيك أوروبي يقول لك أنت راك قعر وإلا راك 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 كيما كانوا يقسمونا ما نعرفش قبل ياسر كانوا يسمونا لي باغباغ لي زالي باغباغ معناها قريتها كالعام في الجوريديك فسيفيليزي نون سيفيليزي وباغباغ اللي هو المتوحش معناها نسير المتوحش خاطر هذاك عمل عمل باغباغ جوريديك نعم فهمتني دونك الراجل هذايا تعدى لمرحله اخرى معناها عباره جا شوهلنا صوره نتاع بطوله كامله علاش خاطر اخزر فما برشا صحاف عالميه خديتها راهو جوار انترناسيونال راهو راجل جوار انترناسيونال معناها راهو عباره انت ما نعرفش معناها باش نقول لك كلمه معناها لو جاي يلعب في تونس ولا جاي يلعب في المغرب ولا في الجزائر اما انت الراجل مانشستر والدنيا وعربي خاطر راهو نلتفه من برا شفتو خايب عارف اللي العالم الكل يتفرج في معناها راهو هما بالنسبه
لاجون مثلا كيما قال بوه شفت بوه قال لي زاجون جيو على الدار يهنيو فيه لي زاجون اليوم نتاع مانشستر يونايتد معناها الطفل نقولوا نحن فخر باش يولي جديد للعرب يجي هذايا بن عيادة معناها ومن بعد اللي هبط هو اللي هبط هو طفل حتى معناها قال طفل صغير بحذايا في القهوة الجمعة قال لي شبيه مش حافظ النشيد معناها من في مخه وكل قلت له ما يعرفش العربي معناها ما يعرفش يقول متربي غادي في فرنسا هو متربي في فرنسا دونك ما يعرفش العربي ولكن الحاجه المزيانه ياسر اللي انا قلتها نفس الجمله في الصغير نعاودها لك انه المشكله مش تبدا حافظ النشيد المشكله تعيش به هو عاد التراع عايش نموت ونموت ويع الوطن ثلاثة ثوان انا لتو ما تفرجتش في البونتو الاول وسمعت اللي الجارديان خرج حاب يعمل اونتيام اي في البونتو الثاني ما تفرجتش ما عادش حاب نتفرج ما قهروني زوز تصاور هم اللي مسخوا البطولة هذه زوز تصاور اللي قاعدوا يدوروا كيفاش جستيون خايبة تخنق أبرز جوير بالبروفيل بالشعر بالصغر باللعب بمانشستر تجي تخلي العالم الكل يغزر لك بالموفيس فوا وبك الصورة الوحشية وين خنقته وين ضربته وكان دزيته وتكليته داخل في اللعبة أن أنت تشد له مخرج النفس وتخنقه يعني أنت تحب توفى الحياة شديت خنقته تحب تقتل اثنين القوة وين والأدى والأمر وانا قلت الفنان دوبا زمارته وهكاية يقفقوا به يخرجوه من قراية 13 فيس بحي عربا الكوارجي وإحنا نعرفوا الكاليتي مع احتراماتي للجميع كي تجري فيديو الفلوس اول واكثر مشروع يعمل يعني قهوة خاطر ما عندوش جستيون ما كملش قرايته مع احتراماتي ليهم الكل واحتراماتي الشديدة للي كملوا قرايتهم زوصاو اللي قاعدوا يدوروا واحد با واحد او السيد هذاك بن عيادة اللي خنق الجوير نجم يكون خارج بالقراية اما السيد اللي يتكلم بالعربية وينشط سي حفيد الدراجي هبطنا جريمة يعني واحد خانق والاخر قالك اسود الصحراء مروا من هنا وثلاثة طايحين لودة اش معناتها يعني نوع من الجرم نوع من العنف فما كانوا انسان طايح والاخر متى كانوا جيش كانوا حرب دونك راكم الحقيقة متاع ربي ما تستاهلوش تكونوا تزيرية يا سيدي خلينا نمشيو للخبر الاخر وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات سلام.